فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى ولله الحمد في هذه الأيام إقبال الشباب. نرى؟ نعم، نرى. نعم. نقول: نرى ولله الحمد في هذه الأيام إقبال الشباب على مجالس العلم. نعم. وخاصة مجالس العلماء، فما النصيحة التي توجهونها لنا؟ نعم، هذه علامة خير، علامة خير إقبال الشباب على حلق الذكر، على دروس العلماء، هذه علامة خير، خير لهم وخير للمسلمين، تفقه في دين الله، حضور مجالس الذكر، ولا سيما في بيوت الله عز وجل، هذه علامة خير، نحثهم على ملازمتها وعلى الإقبال عليها، وعلى أن يحضر فهم الإنسان وفكر الإنسان عندها حتى يستفيد. هذه علامة خير والحمد لله. نعم.